تفتكروا ليه رجل الأعمال نجيب ساويرس بيهاجم النظام والجيش السوداني؟ وليه قال عن النظام إنه بيحكم بشكل ديكتاتوري؟ وهل ده ليه علاقة باستثمارات الذهب اللي عنده في السودان؟ ويا ترى إيه مصيرها؟ أنا آية الوليلي، خليكم معايا في الفيديو ده وأنا أقول لكم إيه الحكاية. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اللي بيحصل في السودان، وقال إن هو محاولة النظام السابق التملص من اتفاقات إعادة الديمقراطية عن طريق توريط القوات المسلحة في حرب أهلية مفيش أي جدوى منها، وقال كمان إن اللي بيحصل ده هدفه الأساسي هو استمرار حكم ديكتاتوري، ويقصد هنا النظام السوداني. كان نجيب ساويرس كتب تغريدة اتهم فيها رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان ببداية التصعيد ضد قوات الدعم السريع وقصف مواقع مدنية، وقال إن ده هيتسبب في سقوط أبرياء، وده اللي خلى مدير الشركة السودانية للمعادن مبارك يرد على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وبيأكد في تغريدة ليه على رفض شركة المعادن السودانية لطلب كان قدمه ساويرس علشان يرجع لنشاطه في التعدين داخل السودان. وطبعاً معروف إن في اشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، واللي تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المواطنين، وطبعاً ده ساعد إن يكون في مخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة في السودان. وعلشان تفهم القصة أكتر لازم تعرف إن السودان معروفة بمناجم الذهب اللي موجودة فيها، وعلشان كده بتكون ملاذ جاذب جداً لكل المستثمرين والتجار والباحثين عن الذهب، وده لأن السودان تعتبر موجودة فوق أكبر احتياطات الذهب في إفريقيا، وعلشان كده قدرت الحكومة تدي عقود تنقيب لأكتر من 600 شركة تعدين للبحث عن الذهب ومعادن تانية. ولو أنت مش عارف فاستخراج معدن الذهب يعتبر مكون أساسي ضمن جهود الحكومة السودانية، وده لدعم الاقتصاد خاصة بعد ما السودان فقدت 3/4 إنتاج البلاد من النفط بعد انفصال جنوب السودان في سنة 2011، وده لأن وقتها كان النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة واللي بتحتاج ليها الحكومة بشدة لسداد فاتورة الواردات. وفي سنة 2015 كانت أعلنت شركة التعدين الكندية لامانشا ريسورسز، أكبر شركة للتعدين في السودان، إنها وافقت على إن تشتريها شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. لكن وقتها أعلن وزير التعدين السوداني وقال في تصريحات لي إن السودان استحوذ بالكامل على شركة أرياب للتعدين، وده بعد ما اشترت حصة بتبلغ 44% من الملياردير المصري نجيب ساويرس، وده في صفقة قيمتها 100 مليون دولار. وفي 2023 أعلن أحمد خيري، وده مدير تنمية الموارد في شركة لامانشا ودي واحدة من ضمن شركات ساويرس دلوقتي، إن ساويرس ناوي يرجع للاستثمار في قطاع التعدين، وإن لسه في فرصة قدامه علشان يتقدم في الاستثمار التعديني بالسودان، وقال إنه في الفترات اللي فاتت كان تركيز ساويرس في التعدين عن الذهب، لكن الفرصة دلوقتي متاحة للاستثمار في مجالات تعدينية مختلفة زي الطاقة وغيرها. في النهاية بقى تفتكروا إيه هو مصير استثمارات ومناجم الذهب الخاصة برجل الأعمال المصري في السودان؟ وهل هيقدر يرجع استثماراته هناك ولا لأ؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.